of the ISF, Iraqi security forces. The United States is committed to Israel's security. We're committed to a ceasefire that will bring the hostages home and preventing conflict from spreading beyond what it already has. We're also committed to the security of our personnel and partners in the region, including Iraq. Partnership between Iraq and the United States is critical. We've seen over the last decade as our troops have served side by side to help defeat ISIS. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا فخامة الرئيس على الدعوة التي جاءت في وقت حساس ودقيق، وعلى الرغم من الانشغالات الداخلية الأمريكية وتطورات الأوضاع في الخارج. الأمر الذي يبين أهمية هذه الزيارة وهذا اللقاء، حيث تشهد العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية منعطفا مهما. نحن نبحث الأسس المستدامة والرئيسية لشراكة شاملة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال الانتقال من العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية بطريقة سلسة ومدروسة وممنهجة إلى علاقة قائمة على الأسس الاقتصاد والمجالات الثقافية والأمنية والسياسية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وبروح الصراحة والشراكة، قد نختلف في بعض التقييمات للقضية الموجودة حاليا في المنطقة. يهمنا كثيرا إيقاف هذه الحرب المدمرة التي استمرت طيلة الستة أشهر الماضية وراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء من الفلسطينيين من النساء والأطفال، ونشجع كل الجهود التي تساهم في إيقاف تمدد ساحة الصراع، خصوصا التطورات الأخيرة التي نأمل من كل الأطراف المعنية التزام ضبط النفس وإيقاف وتيرة التصعيد حفاظا عن الأمن واستقرار هذه المنطقة الحديثة.